يعني عنده اطفال وعنده صغار ولا يعرف يشتم رمله. الشاودر والنين اللي معانا تمزعوا امبارح، غرقنا في الميه في الليل، رشرشت نتفه ميه ورشرشنا، شايف زي ما انت شايف، لا في نايلون ولا في شوادر نعمل فيها، ولا مؤسسه مدور علينا، ولا حد مدور علينا، لا بميه ولا باكل ولا بحاجه. كنا تملينا ميه، واللي يعمل الشادر واللي يضبط الخشب وهذا، تصبحنا الصبحيات ايش فككنا الخشب وجينا هنا نقول عاد انا قاعده بفحر جاره عشان نحط الخشب فيه ونضبط الخيمه. احنا قاعدين هنا 3 شهور مش لاقيين مكان نقعد فيه، اليوم طف علينا البحر، امبارح كان شتا في الدنيا، معاناه بنعاني هنا. احنا بالمواصل قاعدين يعني هان مش منطقه يعني هواء وزوابع، مش عارفين نقعد يعني من السقعه ومن الهواء والبحر طف علينا. يعني لازم نعيش بدنا نعيش في طفولتنا زي باقي الناس. كلنا صرنا هكال عظميه يعني بنبين وبنحمل وبنتعب مش زي قبل. كنا عايشين منيح وبنلعب ونفرح. بيشربوا فيها مملوت، بترجى الناس يعبوا لي مي، بروح بقعد عايط لما حدا يعبي لي مي.